أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لملك الموت: يا ملك الموت، أرني كيف تقبض أنفاس الكفار؟ قال: يا إبراهيم، لا تطيق ذلك. قال: بلى. قال: أعرض. فأعرض ثم نظر فإذا برجل أسود تنال رأسه السماء، يخرج من فيه لهب النار، ليس من شعرة في جسده إلا في صورة رجل، يخرج من فيه ومسامعه لهب النار. فغشي على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم أفاق، وقد تحول ملك الموت إلى صورته الأولى، فقال: يا ملك الموت، لو لم يلق الكافر من البلاء والحزن إلا صورتك لكفى، فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين. قال: أعرض. فأعرض ثم التفت، فإذا هو برجل شاب أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا، في ثياب بيض. فقال: يا ملك الموت، لو لم ير المؤمن عند الموت من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان يكفيه. وأخرج الطبراني في الكبير وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام: يا ملك الموت، ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت: طب نفسا وقر عينا، واعلم بأني بكل مؤمن رفيق، واعلم أني لأقبض روح ابن آدم، فإذا صرخ صارخ قمت في الدار ومعي روحه، فقلت: ما هذا الصارخ؟ والله ما ظلمناه، ولا سبقنا أجله، ولا استعجلنا قدره، وما لنا في قبضه من ذنب، فإن ترضوا لما صنع الله تؤجروا، وإن تسخطوا تأثموا وتؤزروا، وإن لنا عندكم عودة بعد عودة، فالحذر الحذر، وما من أهل بيت شعر ولا مدر ولا بر ولا فاجر ولا سهل ولا جبل إلا أنا أتصفحهم في كل يوم وليلة، حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم، والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الذي يأذن بقبضها. ألا أيها المغرور ما لك تلعب، تؤمل آمالا وموتك أقرب، وتعلم أن الحرص بحر مبعد، سفينته الدنيا فإياك تعطب، وتعلم أن الموت ينقض مسرعا، عليك يقينا طعمه ليس يعذب، كأنك توصي واليتامى تراهم، وأمهم الثكلى تنوح وتندب، تغص بحزن ثم تلطم وجهها، يراها رجال بعدما هي تحجب، وأقبل بالأكفان نحوك قاصد، ويحثي عليك التراب والعين تسكب. أخرج الطبراني أن جبريل هبط على النبي عليه الصلاة والسلام يوم موته وقال: كيف تجدك؟ قال: أجدني يا جبريل مغموما، وأجدني مكروبا. فاستأذن ملك الموت على الباب، فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك الموت يستأذن عليك، ما استأذن على آدمي قبلك، ولن يستأذن على آدمي بعدك. فقال: أذن له. فأذن له، فأقبل حتى وقف بين يديه، فقال: إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك، إن أمرتني، إن أقبض نفسك قبضتها، وإن كرهت تركتها. قال: وتفعل يا ملك الموت؟ قال: نعم، بذلك أمرت. فقال له جبريل: إن الله قد اشتاق إلى لقائك. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: امض لما أمرت به، إن الخلائق في الدنيا لو اجتهدوا أن يحبسوا عنك هذا الموت ما حبسوا، إن المنية حوض أنت تكرهه، وأنت عما قليل سوف تنغمس. روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أناس من أصحابه يوصيهم:
فكان مما أوصاهم به أن كتب إليهم: اذكروا الموت الذي لا بد منه، واسمعوا قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقول الله عز وجل: كل من عليها فان. وقوله عز وجل: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فقد بلغني أنهم يضربون بسياط من نار. وقال جل ذكره: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. بلغني أن ملك الموت رأسه في السماء ورجلاه في الأرض، وأن الدنيا كلها في يد ملك الموت كالقصعة في يدي أحدكم يأكل منها. وقد بلغني أن ملك الموت ينظر في وجه كل آدمي 366 نظرة. بلغني أن ملك الموت ينظر في كل بيت تحت ظل السماء 600 مرة. وبلغني أن ملك الموت قائم وسط الدنيا فينظر الدنيا كلها، برها وبحرها وجبالها، وهي بين يديك البيضة بين رجلي أحدكم. وبلغني أن لملك الموت أعوانا الله أعلم بهم، ليس منهم ملك إلا لو أذن له أن يلتقم السماوات والأرض في لقمة واحدة لفعل. وبلغني أن ملك الموت تفزع منه الملائكة أشد من فزع أحدكم من السبع. وبلغني أن حملة العرش إذا قرب ملك الموت من أحدهم ذاب حتى يصير كالشعرة من الفزع منه. وبلغني أن ملك الموت ينتزع روح ابن آدم من تحت عضوه وظفره وعروقه وشعره، لا تصل الروح من مفصل إلى مفصل إلا كان أشد عليه من 1000 ضربة بالسيف. وبلغني أنه لو وضع وجع شعرة من الميت على السماوات والأرض لأذابها. وبلغني أن ملك الموت إذا قبض روح المؤمن جعلها في حريرة بيضاء ومسك أذفر، وإذا قبض روح الكافر جعلها في خرقة سوداء في فخار من نار أشد نتنا من الجيف. الموت فيه جميع الخلق مشترك، لا سوقة منهم يبقى ولا ملك. ما ضر أهل قليل في تفارقهم، ليس يغني عن الأملاك ما ملكوا. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين.